ازيكم يا شباب؟ احنا هنكمل بقى هنكمل حل بقية الامتحان. السؤال التاني، تمام. رقم ايه في السؤال التاني؟ بيقول ايه: in the following code the classes A and B are in the same package. هما الاتنين في نفس الباكج بي واحد. if the question marks in A، دي A ودي B are replaced by blanks، can class B be compiled؟ يعني لو خليناها بلانك يعني فاضية ما فيهاش حاجة، هينفع يكمبايل ولا لا؟ تمام. ليه بقى؟ الديفولت بتاعها بروتكتد، يعني انا لو انا ما حطيتش حاجة هنا دي فاضية، الديفولت بتاعته بروتكتد، او الديفولت بتاعه اللي هو ديفولت دي بتبقى على مستوى الباكج، ده ينفع اكسسها على نفس الباكج، يعني ممكن نعملها اكستند. ينفع، هيكمبايل عادي. ليه؟ هيقرا الاي عادي وهيقرا الام عادي. هو قصده هنا يعني ايه؟ لو انا المودفاير بتاع ده او الاكسس بتاع ده، او بمعنى اصح السكيورتي بتاع المتغير ده او بتاعه الميثود دي، هيبقى لو سيبناه هنا فاضي ما اديناهوش، يعني ما قلناش مثلا بابليك انت اي، لا سيبناها انت اي بس، تمام، وبعديها فويد ام بس، تمام. هينفع كده كلاس ده يشتغل عادي من غير ما يطلع ايرور؟ ليه؟ الديفولت بتاعها بقدر اكسسه من الكلاس تاني، يعني هنا اقدر استخدم الهاي وهنا اقدر استخدم الام، تمام. يبقى انا اقدر استخدم الاي واقدر استخدم الام عادي، تمام. دي اول واحده، يبقى اول حاجه اقول له هينفع الكلاس ده بي هيكومباين. طب بعد كده بيسالني سؤال تاني: if the question marks are replaced by private، يعني لو حطيت هنا برايفت، تمام، وهنا كمان، تمام، كان بلس بي كومبايل، يعني انا عملت كده دلوقتي برايفت، خليت الاكسس بتاعها برايفت، او خليت المودفاير بتاعها الاكسس مودفاير بتاعها برايفت، خليت الحمايه بتاعها والسكيورتي بتاعتها برايفت، هل ينفع الكلاس ده يشتغل عادي من غير ما يطلع ايرور؟ ها جاوبه. تمام، يبقى ما ينفعش. ليه بقى ما ينفعش؟ عشان حاجتين، عشان حاجة واحدة. حاجتين ليه؟ هو حاجة واحدة، البرايفت يعني انا بقول له انت بتاع الكلاس ده بس، ما فيش حد يشوفك تاني من بره، انا بقفل عليه في اوضة 4 حيطان، اقول له ما فيش شباك ولا باب، ما فيش حد هيشوفك غير انا بس، انا وانت بس اللي موجودين، تمام، ما فيش حد يقدر يتعامل معاك غير انا، يعني ما فيش حد يقدر يستعملك، ما فيش حد يقدر يعمل عليك اي عمليات، يقدر يستدعيك غير انا الكلاس ده بس، مش هيخرج بره القوسين دول. طب هنا ليه بقى ده غلط؟ الاي ده هستخدمه ازاي؟ ده انا مش شايفه. طب الام مش شايفها اصلا، فكده هيطلع لي، هيحط لي تحتها خط احمر كده يقول لك انا مش عارفهم، تمام. يبقى كده كلاس بي مش هيكومبايل. طب تالت حاجه بيقول لك بقى، لو انا بدلتهم بالبروتكتد، لو انا بدلتهم بالبروتكتد، يعني انا شلت ده كده، تمام، شيل بقى الحاجات اللي انا هعملها دي، تمام، انا بدلت دي تبقى بروتكتد، تمام، في الاثنين. بروتكتد يعني ايه؟ بروتكتد يعني انا واقف في باكج واحده، هي زي البرايفت بس على الباكج. يعني ايه؟ انا في البرايفت كنت بقول ما ينفعش اكسس العنصر ده غير من خلال الكلاس ايه بس. طب بروتكتد مش هينفع اكسس العنصر ده من غير من خلال الباكج بي واحد بس، يعني حدودك الباكج، بره الباكج يعني، دي لو كانت بي 2 هنقول له ده ما ينفعش. طب هنا ده هيعرف يشوفها؟ هيعرف يشوفها ازاي؟ ده بروتكتد، ما قلنا بروتكتد على مستوى الباكج، وده في نفس الباكج فهيقدر يشوف الاي، فهذا عادي وده عادي، تمام. دي كل الحكاية بتاعت السؤال ده، تمام. يبقى بروتكتد هينفع، برايفت مش هينفع. ليه؟ عشان على مستوى الكلاس بس، بروتكتد هيبقى على مستوى الباكج وينفع اكسسه، لو سيبناها فاضية هيبقى الديفولت بتاعها هينفع اكسس، تمام. ده رقم ايه في السؤال التاني؟ رقم بي. رقم بي بيقول لك ايه اللي هيتعرض when the following is run، يعني بعد ما اعمل run للكلاس ده ايه اللي هيتعرض عندي؟ طب نصغر عشان نشوف، تمام، شابه كده انتوا شايفين ولا لا؟ هنعتبر، طب نقراها حته حته، نقرا المين وبعد كده نقرا المسود، تمام. دي المين عندي، نحددها،
ودي المسود عشان نبقى شايفين او نبقى مركزين احنا فين. تمام، اول حاجة المين بيعمل ايه في المين؟ اما بيجي يرن البرنامج بنمشي نخش في المين. هو عاوز لما يرن البرنامج ده الاوتبوت اللي هيطلع منه يعني. تمام، اول حاجة هرن البرنامج، اخش هنا المين ميثود، هبتدي ميثود. اول حاجة بيروح يستدعي لي الميثود اللي هي اسمها ايه؟ ميثود. تمام، طب نروح للميثود، بيقول لك ده static void ميثود، مش بترجع لي حاجة. throw exception، الميثود دي لو حصل فيها exception بتثرو الاكسبشن ده لو ما تهندلش جوه الميثود. تمام، بعد كده نخش بقى جوه الميثود ننفذ، عامل string اسمه اس في a b c مكون من 3 حروف a b c. تمام، بعد كده بيعمل ايه؟ بيطبع كاركتر واحد من السي ده اللي هو سيستم دوت اوت بوت اس دوت اتشار ات. اتشار ات دي بنستخدمها عشان ناكسس، وهو بيعتبر ان ده عباره عن array. اتشار ات ده هو عباره عن string، اي string عموما عباره عن اصلا array of character. يعني ايه array of character؟ يعني عباره عن ال a في المكان رقم 0، تمام، ال b في المكان رقم 1، ال c في المكان رقم 2. طب هنا بيقول له اكسس رقم 3، حاجه مش موجوده يعني ايه؟ غلط يعني، ما فيش يعني ما فيش حد يقول نل، ما فيش حد يقول هيطبع نل، ما فيش حاجه اسمها هيطبع نل. مكان باكسسه مش موجود عندي اصلا، يعني ايه مكان مش موجود في الميموري عندي، ازاي هاكسسه؟ انا عندي 0 1 و2، عندي كده العنوان 0 1 2، هو اخر حاجه عنده 2، 3 يبقى كده هيطلع اكسبشن. طب تمام، هيطلع انه اكسبشن. احنا عندنا كذا نوع من الاكسبشن اللي هو ران تايم اكسبشن، وفي كذا نوع تاني. طب ده دلوقتي ده حصل امتى؟ ده حصل في وقت الران تايم. طب معلش عشان اللي مش عارف برضه، في عندنا نوعين اساسيين من الاكسبشن اللي هو اسمه التشيكد اكسبشن والان تشيكد اكسبشن. ايه الفرق ما بينهم؟ التشيكد اكسبشن زي مثلا انا بتعامل مع فايل انبوت او اوتبوت، ده لازم احط له تاري كاتش، لازم احط له تاري كاتش عشان يقول لي ايه مثلا فايل نوت فاوند اكسبشن. ده لازم، هو ممكن متاكد ان ممكن يحصل له الحاجه دي. طب انا مثلا بعمل حاجه زي كده، انا بطبع حرف من حاجه، ده اسمه ان تشيكد اكسبشن. ده ممكن يحصل وقت الران تايم، وقت وانا شغال حاجه يعني ايه، مش يعني ممكن تحصل غصب عني او انا ما كنتش واخد بالي، غير واخد بالي منها. لكن بتاعه الانبوت او الاوتبوت تمام، بيبقى عارف في خطا المفروض ممكن يحصل على طول، ممكن مثلا الفايل يتمسح، الفايل يحصل له حاجه إيه كده، مثلا كلاس نوت فاوند اكسبشن. الحاجات دي بتبقى ايه، تشيك دي اكسبشن، لازم يعمل عليها تشيك الاول. لازم لما تكتبها كده يقول لك لازم تحوطها بتراي وكاتش، او تخلي الميثود بتاعتها بتثرو اكسبشن. تمام، يبقى ده نوع من الاكسبشن اسمه ايه، ان تشيك دي اكسبشن، بيحصل في وقت الران تايم. فالاكسبشن ده حصل، فيحصل ايه؟ هيخش يعمل كاتش، هيعمل كاتش للران تايم اكسبشن. فعلا ده ران تايم اكسبشن حصل، هيعمل ايه هنا جوه؟ هيروح طبيعي لي اول واحده دي اللي هتطبع، هو عاوز يشوف البرنامج هيطلع ايه، دي اول واحده. تمام، طب كاتش تاني اكسبشن، لا انا خلاص انا هندلت الاكسبشن بتاعي، انا دخلت جوه الكاتش دي وهندلت الاكسبشن بتاعي، يبقى انا مش هنفذ دي. تمام فاينالي، طب لو الكاتش دي ما كانتش اتنفذت يبقى كان هينفذ اللي بعدها اكسبشن، ده اي نوع اكسبشن هو بياخده. تمام فاينالي دي بقى بعد ما خلص كل الكاتش لازم يخش جوه فاينالي، يعني لازم ينفذ فاينالي. طب فاينالي بتعمل ايه؟ بتطبع فاينالي ميثود، يبقى دي تاني واحدة هتطبع معايا. تمام كده انا هندلت الاكسبشن، الاكسبشن كده تمام اتهندل وخلصت التراي بتاعتي دي في اخر الميثود، جملة كده موجودة في اخر الميثود، هتتنفذ ولا لا؟ هتتنفذ. ليه؟ دي في اخر الميثود خلاص، دي بره التراي وكاتش ملهاش دعوة، يبقى دي تالت واحدة هتتنفذ. تمام، احنا كنا ايه، وصلنا لهنا استدعت الميثود. بعد ما يستدعي الميثود ننزل السطر اللي بعديه سيستم دوت اوت دوت برنت لين افتر، يعني بيطبع لكم دي، يبقى دي رابع واحده هتتنادى. يبقى عندنا اول واحده حصل اكسبشن، راحت عمل الكاتش للاكسبشن، طبعت اول جمله، بعد كده فاينلي راحت للفاينلي عشان لازم يروح للفاينلي بعد تراي، في التراي وكاتش لازم اخر حاجه يوصل لها الفاينلي، او لازم يخش في الفاينلي حتى لو حصل ميت اكسبشن. تمام، او ما حصلش اكسبشن هيخش في الفاينلي. تمام، تالت بعد كده هيطبع الجملة اللي هي في نهاية الميثود، بعد كده هيروح يطبع الجملة اللي بعد الميثود، كده مفيش أي حاجة غلط فيه. هنا في اكسبشن، أي اكسبشن حصل؟ لأ. تبقى بس هيسيب الفاينل؟ لأ، لازم يخش في الفاينل. يبقى خامس حاجة
هيعمل ايه؟ هيطبع فاينالي ان مين. بعد كده في الاخر، دي في اخر جملة في اند اوف مين 6. يبقى اللي هيظهر عندي ايه؟ اول واحدة ران تايم اكسبشن ان ميثود 1 ان ميثود، وبعد كده تاني فاينالي ان ميثود اند اوف ميثود. بعد كده هيطبع افتر ذا ميثود كول، بعد كده فاينالي ان مين اند اوف مين. طب ليه حد يقول لي طب هو مش بيثرو اكسبشن؟ مش حصل هنا اكسبشن؟ طب ليه ما عملش ثرو الاكسبشن وفوق عمل هاندل الاكسبشن ده؟ طب انا هقول لك حاجه، هو ليه عمل التايو كاتش هنا؟ هو كده هاندل الاكسبشن في نفس المكان اللي هو واقف فيه، يعني ما راحش المكان جديد، هو هاندله خلاص، ما بقاش فيه ايرور تاني. ليه هيثرو اكسبشن؟ لو الكلام ده ممكن يحصل لو ما عنديش تراي وكاتش، ما عنديش تراي وكاتش هيثرو الاكسبشن ده، تمام؟ يعني لو ما فيش هنا تراي وكاتش او كاتش ران تايم ده كان هيسو اكسبشن، تمام؟ وهنا هياخد في ران تايم اكسبشن برضه، وكان هيتباع لي هنا ران تايم اكسبشن ان مين، تمام؟ بس هنا خلاص انا هندلت هنا الاكسبشن خلاص، ويطلع من غير اي ايرور كده، انا نفس الميثود بطريقه عاديه. ده السؤال، الاوتبوت هيتباع لي الجمل دي بالترتيب اللي انا كاتبه، 1 2 3 4 5 6، تمام؟ اخر سؤال، تمام؟ وده برضه فيه حته كده بس كويسه، بيقول لك ايه؟ سبوز يو انتر 45، افترض انت عندك البرنامج ده وبتدخل له الداتا دي 45، وبعد كده تضغط انتر، وبعد كده تدخل 57.8، وبعد كده تدوس انتر، وبعد كده تدخل 789، وبعد كده بتدوس انتر، تمام؟ هو دلوقتي بيقول لك ايه؟ شو ذا كونتنت of the variable after the following code is executed، يعني بيقول لي ال int value دي قيمتها ايه بعد ما بعمل البرنامج، ال double value دي قيمتها ايه بعد ما اخلص البرنامج، وال line ده قيمته ايه، يعني عاوز كل قيمة فيه. طب نيجي نمشيها مع بعض. احنا دلوقتي عملت int value ده وكتبت 45، يعني عملت كده 45. لو حد في الورد بيكتب على الورد او كده، تمام، هتلاقي بيعمل ايه؟ انا لما باجي اكتب في الورد هتلاقي بكتب 45، اكتب كده في الورد، طلع الورد عندك واكتب 45، وبعديها هتلاقي السهم واقف كده، سهم الكرزر اللي انا بقف فيه، تمام؟ ده اللي هو بيكتب، تمام، واقف هنا بعد 45، بس هو قال لك هنا دوس انتر، دس انتر، بعد ما يدوس انتر فده هيتشال من هنا، تمام، وهيكتب وينزل فين؟ السطر اللي تحته، بعد كده يكتب كام؟ 75، هيمشي كده بقى دوت 8/10، وبعد كده يبقى ده واقف في نفس المكان هنا، تمام، واقف هنا كده، تمام. طب بعد كده قال لك دوس انت، دوست انت، فده نزل من هنا واقف هنا، بعد كده اكتر قال لك اكتب 7 8 9، كتبنا 8 7 8 9، يبقى ده واقف هنا، تمام. هو بيقولك بعد انت كتبت الحاجات دي، ها، ايه قيمة كل انت من دي، يعني انت فاليو دي دلوقتي قيمتها كام؟ 45، تمام، يبقى دي قيمة اول واحد، تمام. طب تاني واحدة دبل فاليو 57.8، مفيش مشاكل. تالت واحدة بالطبيعي كده هنقول، بالطبيعي هنقول اللي هي فيها القيمة دي 7 8 9، او ناس يقولوا برضو ممكن 7 8 9، فيها 7 8 9 ما فيهاش اي حاجه، تمام. طب هل فعلا ده اللي حصل عندي؟ لا طبعا. الغريب يعني في ناس كمان مش مقتنعه بالحل ده مع انه بيرن قدامهم، تمام، يقول اللاين دي بعد الاكسكيوشن ده ما بعمله هتطلع فاضيه، هتطلع عندي كده امبتي سترينج ما فيهوش حاجه، فاضي، مش بنال، فاضي ما فيهوش حاجه، امبتي، تمام. طب ليه، ليه بقى حصل الحكايه دي؟ في ناس كتير مش واصل لهم الجزء ده، ليه بقى حصل لها ان انا عملت كده؟ احنا لسه قايلين، تمام، ان الكيرزر بتاعي بعد مثلا انا كتبت 45 ودوست انت، فهو خد الانتجر فاليو بتاعته، خد الانتجر فاليو بس، انا باخد منه انتجر فاليو بس، نيكست انت، تمام، فخد الانتجر فاليو 45. طب بعد كده كتبت كام؟ 5 7.8، هنا بقى يقول له ايه؟ input dot next double، next double يعني خد لي الدبل، هو كده خده، خد الدبل وقف هنا، تمام، بعدين داس انتر. دي بقى كانت المشكله هنا،
هنا انا يعتبر كده في نهاية السطر، وهنا انا قايل له دوت نيكست لاين، روح لي خد لي السطر كامل كده. اعتبرت ان انا ما دوستش حاجة ودوست انتر، انا ما دوست انتر اكنه هو اعتبر ان انا خلصت السطر ونزلت على سطر جديد. يعني هو خد القيمة الفاضية اللي انا ما اديتهالوش دي وحطها في اللاين دي ونزل مستني حد يكتب له حاجة تاني، فهيخلص لك البرنامج اصلا اول ما تدوس انتر بعد ايه دي. طب نيجي نجربها في تيست اهي، انا كنت عاملها هنا عشان نجربها. تمام، هنعمل رن هنا، واقف اهو مستني مني هاخد ال45، وبعد كده واقف مستني احط القيمة الدبل. بص بقى اول ما ادوس انتر خلص. طب الاسترنج ده يعني نشوف الامبلمنتيشن عشان الناس اهو، انا باخد من الانتر اي دوت نيكست اند. تمام، وبعدين دبل دي دوت نيكست دبل، بعد كده سترنج نفس الكلام اللي موجود هناك، وبطبع الاي والدي والاس. طلع لي ايه عندي؟ طلع لي الاي ب45، الدي كده، الاس فاضي فاضي ما فيهاش حاجه. طب عشان بقى نحل المشكله دي زي ما انا قلت لكم، هو اول ما انا دوست تنرن تاني 45 دوست انتر، بعد كده الرقم اللي بعده اول ما ادوس انتر، الانتر اللي انا دوستها دي هو كده خد الدبل، وبعد كده خد النكست لاين. النكست لاين اللي هو ايه؟ خد الفاضي. هو دلوقتي انا اعتبرت دلوقتي دوست انتر، في هنا حاجه فاضيه، في هنا فاضي اهو، مفيش حاجه، انا اعتبر كده واقف في نهايه السطر. اول ما ادوس انتر هو كده خد النكست لاين. نكست لاين يعني هو بالنسبه له نكست لاين لغايه لما انا ادوس انتر وانا كنت واقف، فهو كده انا حتى في السترنج حاجه فاضيه دي دوست انتر. طب عشان احل المشكله دي لازم اعمل حاجه اسمها ايه، احطها هنا دي كده نيكست لاين زياده. دي بتعمل ايه بقى؟ دي بتفويد الايرور اللي بيحصل ده او الخطا اللي بيحصل ده، او مش خطا، هو دي بتخليني انزل اخليه ياخد داتا من السطر الجديد مش ياخد اللاين اللي انا كنت واقف فيه بكتب فيه الدبل. طب نرن بعد ما عملنا كده، هنكتب 45 اهو، بعد كده نكتب مثلا اهو، اول ما ادوس انتر هيقف يستناني. ليه؟ هو دي عملت ايه؟ نزلته سطر، خلاص نزلته سطر، انا بقول له ابتدي دلوقتي ده هيبتدي ياخد اللاين اللي انا واقف فيه مش اللي انا كنت واقف فيه. هكتب بقى اي حاجه اقول انت، فخلاص هيتبحر الاي ب45، الدي بالرقم ده، والاس بالقيمه النكست لاين اللي انا ايه وقفت عند. تمام، يا رب اكون وضحت الحاجه بطريقه بسيطه، ونكمل في باقي الفيديوهات. شكرا.